ما تخلق ليك عقده في حياتك وكتلقى صعوبه باش تفهمها. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك 12 سر اللي غيخليوك تفهم المات واخا تكون فهمتك ثقيله، بشرط انك تكمل معايا الفيديو حتى الاخير لان المعلومات مترابطه مع بعضياتها، واذا فاتتك غير نويطه واحده غادي تضرب ليا كل شيء في الزيرو. وهادشي علاش اختي هيرا وخا هيرو، وجد لي ورقه وسيلو وعلى بركه الله يا انطيرو. هذا الفيديو اهداء الاستاذي الغالي حسان المسعودي اللي حببني في ماده الرياضيات في ثانويه طارق بن زياد وخلاني استمتع بها، خاصه وانه كان كيشرحها بضرب امثله من الحياه اليوميه ومن دون لغات خشب، كيخليك تعرف ها فين كيتطبق الماط في الفيزيك والشيمي وفي جميع العلوم المختلفة. أول نصيحة، قرأ الماط من الجذر ديالو، ما يمكنش ليك تبني الدار إذا ما حفرتيش ليها الساس، وكذلك الرياضيات، ما يمكن ليكش تفهم الحوايج الكبار إذا ما طبقتيش الحوايج الصغار. بحال العافية ملي كتبغي تشعلها ما غاديش تجيب عود كبير، ولكن خاصك تجيب عويدات صغيورين، وهذا الشيء علاش نقدر نضمن ليك أن السبب اللي خلاك واحد في الماط ديال الكاتريم هو أنك مازال ما ضبطتيش الماط ديال الابتدائي وديال الأولى إعدادي. كذلك السبب اللي خلاك واحد في الماط ديال الباك هو أنه ما عندكش لا الباز ديال الماط اللي قريتي في الاعدادي، وهكذا. الماط علم مترابط مع بعضه، وكل قاعده بسيطه كتعلمها فيه كتوسع لك الادراك باش تفهم حوايج صعاب. وهذا الشيء علاش ضروري تدوز معايا للسر رقم 2 واللي هو ديما تعلم ما تدوز للخطوه 2 حتى تضبط الخطوه 1. ملي تبغي تحل شي تمرين ديال الماط مثلا في 5 ديال الاسئله مترابطه مع بعضياتها، ما تقولش بغيت نحل التمرين، ولكن قول بغيت نحل فقط السؤال الاول حتى نفهمه مزيان عاد ندوز لجوج، وما نتسوقش الوقت. واخا تشوف ان سؤال واحد خدا لك ساعتين من التفكير في الحل، كن متاكد ان كل ما عطيتي الوقت زائد الخاطر زائد التركيز للسؤال الاول كل ما غيسهل عليك السؤال الثاني، حتى غتلقى راسك مع مرور الوقت عندك قدره رهيبه في انك تحل المسائل بسرعه كبيره. هاد السرعه او خفه البديهه في حل التمارين ما غتوصل ليها حتى تكون دوزتي السطاج ديال البطء. اكيد غتلاحظ معايا انك في الاول كنتي كتخرج التمرين في ساعه، التمرين اللي من موراه غتولي تخرجو في نص ساعه، انت كتريني وانت كتزيد تطور الخفه ديالك والسرعه ديالك في حل المسائل. بحال هذا المكعب السحري، فاش اول مره شريتو كنت كنحلو في ساعه، ومع التدريب اليوميه وليت ولله الحمد قادر نحلو في دقيقه، وحاليا داير هدف انني نولي نحلو في 30 ثانيه. ثالث نصيحه اللي غتخليك طياره في الماط هي بالدوام قدرات لما كتهرس الرخام. الرياضيات داير بحال شي عضله، كل ما خدمتيها كل ما قويتيها، وكل ما هملتيها كل ما ضعفت. وهذا الشيء علاش اهم حاجه لاي واحد بغى يتفوق في الرياضيات هي التدريب اليوميه. ماشي غير تحس براسك فهمتي الدرس تنوض تحبس، ولكن مباشره كدوز تطبق داكشي اللي فهمتي في التمارين، وماشي ثاني غير تشوف راسك خدمتي التمارين الكتاب المدرسي كاملين تقول صافي وصلت. دوز لتمارين الامتحانات السابقه وما عمرك تقول ساليت حتى الليله ديال الامتحان، عاد ديك الساعه ارتاح ونعس مزيان باش دماغك يفكر مزيان وقت الامتحان. رابع نصيحة باش تولي طيارة في الماط هي نوع مصادر التعلم. ما تكتفيش فقط غير بالشرح ديال الأستاذ ديالك أو بالكتاب المدرسي، تفرج في أساتذة أخرين في الإنترنت كيشرحوا الرياضيات بطريقة مبسطة وممتعة، وأيضا قلب على كتب ديال الرياضيات خارج المقرر الدراسي باش هكذا كتوسع المعرفة ديالك، وأي تمرين تحط ليك كتلقاك ديجا دازت قدام عينيك النويطة اللي غتخليك تخرجوا. خامس نصيحة، الذكاء هو طرح الأسئلة الغبية. وي دوك الأسئلة اللي ملي كتطرحهم على الأستاذ كيبداو يضحكوا عليك ويتنمروا عليك صحابك هما الأسئلة اللي كيصنعوا العلماء، وهذا الشيء علاش ما عمرك تحشم انك تطرح السؤال مهما كيبان غبي للاخرين، واخا يقمعك الاستاذ ديالك دير هدفك هو تفهم، واذا ما جاوبكش قلب في بلاصه اخرى حتى تلقى الجواب ديالو. ما كاينش سؤال غبي، الغباء هو تحشم من انك تطرح الاسئله. ديما تبغى تسقط الماط على الحياه اليوميه، اي حاجه قريتيها في الماط تحاول تسقطها على الحياه اليوميه ديالك، وديما بدا تسول راسك فين يمكن لي نطبقها او شي طريقه اللي نقدر نشدها بها ونعقل عليها بها. مثلا المعادله التاليه 2 اكس زائد 4 كتساوي 10، حاول تسقط اكس على حياتك اليوميه، ومثلا تقول شحال ديال الفلوس خاص يكون عندي الدوبل ديالهم ونزيد عليهم 4 دراهم ونكمل 10 دراهم. هنا دماغك اذا قلتي ليه اكس كتجي غريبه عليه، ولكن اذا قربتي ليه الفهم بالدرهم كيقدر يتخيل ويستوعب المشكل، وبالتالي كتجي ساهله يلقى الحل ديالو. هنا كتلقى الجواب هو 3 دراهم. اذا كان عندك الدوبل ديالها اللي هو 6 دراهم وزدتي عليها 4 دراهم غتكمل لي 10 دراهم. هذه المعادله تقدر تبان لك بطاطا وتافهه، ثق بيا ان شحال من واحد كتلقاه غير حافظ الطريقه وما فاهمش العمق ديالها. كتقول ليه حلها ليا، كيقول لك سهله مهله، كنردوا 4 لهاد الجهه كتولي ناقص 4، وكنردوا 2 لهاد الجهه كتولي 6 مقسومه على 2، وحنا لقينا الحل. اتحداك السي العبقري تشرح ليا علاش الربعه ملي كنردوها للجهه الاخرى كتولي سالبه. هنا حار العلماء. هنا وقف حمار الشيخ في العقبه.
تقنيات اسقاط الرياضيات على الحياه اليوميه غتخليك تفهم المعادلات من الدرجه الاولى بعمق باستخدام الطريقه التاليه. كتخيل المعادله دايره بحال الميزان، هنا عندي واحد العدد ديال التفاح وفي الجهه الاخرى عندي نفس العدد وتساوي، كنفهم منها ان الميزان في حاله توازن. اذا زدت التفاحه هنا ضروري خصني نزيدها هنا، اذا نقصها هنا خصني نقصها هنا. علاش؟ باش يبقى الميزان ديالي في حاله توازن. وبالتالي اذا نقصت 4 ديال التفاحات من هنايا خصني نقصهم حتى من هنايا، واذا قسمت التفاحات بالموس على جوج خصني نقسم حتى هادو اللي هنايا على جوج. وبهالطريقه انت فهمتي المطلب بالعمق على حقه وطريقه باستخدام لغه التشقشيقو خلاها الاستاذ حسان المسودي الله يجازيه عليها، وماشي بالحفاظه. كان كيقول لنا الاستاذ المسودي الله يرحم ليه الوالدين على هذا العلم هذا اللي نقل لنا، كيقول لنا الرياضيات لا للحفظ نعم للفهم. سابع نصيحه باش تولي طياره في الماط هي انك تحاول تفهم بالرسم والخطاطات. حاول ديما اي مشكل واجهك في الماط تعبر عليه على شكل رسوم او خطاطات اللي كيخليوك تفهم المشكل اولا قبل ما تبدا تفكر في الحل ديالو. مثلا مبرهنات فيثاغورس اللي كتقول لي انه اذا كان عندي مثلث ا ب سي قائم الزاويه في ا فان ا ب او كاري زائد ا سي او كاري كتساوي ب سي او كاري. حاول انت ديما تخرج على المالوف، تخرج على الصندوق وتخيل ان ا هي الدار فين كتسكن وب هي المدرسه وسي هو مول الحانوت. المدرسه كتبعد على دارك ب 100 متر ومول الحانوت كيبعد على دارك ب 50 متر. شحال كيبعد مول الحانوت على المدرسه بلا ما نخدم المترو؟ هنا غتفهم مبرهنات فيثاغورس لاش صالحه انك تنبأ بواحد المسافه بلا ما تخدم اي اداه للقياس. كل ما فهمتي الماط لاش صالح وفين كيتابليكا كل ما استمتعتي بالدراسه ديالو. نصيحه رقم 8، قرا مع الجماعه. اذا حققتي التليفون على باش تقرا الماط بوحدك مورا الصلاه ديال الفجر غالبا غادي يصوني التليفون وتطفي وتقول نزيد شويه حتى يفيقك الاذان ديال صلاه الظهر. هادشي الا ما فيقكش الاذان ديال صلاه العصر. ولكن اذا اتفقتي مع اصحابك او صاحبتك تنوضوا تقراو فكون متاكد انه واحد فيكم غادي يفيق الاخر. كذلك تقدر تنوض تقرا بوحدك غيجيك النعاس، ولكن مع الجماعه غادي تجمع راسك تكون جدي اكثر. ايضا القرايه مع الجماعه تخليك تستافد من جوج ديال الحوايج، اولا التعاون غادي تستافدوا من بعضياتكم، ثانيا المعانده والتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايضا القرايه مع الجماعه وخاصه اذا كانوا عندك اصدقاء حربيين واخدين القرايه بجديه، ملي كتلقى راسك انت هو الثقيل فيهم هادشي تيحمسك. ملي تسالي الحصه الجماعيه تمشي للدار تهكف تزيد تطور النيفو ديالك باش تلحق بهم، حتى انت كتولي تفكهم اللي وحلو في شي تمرين معقد وتشرح لهم التخريجه ديالو. النصيحه رقم 9، خليك ايجابي. وافضل طريقه باش تبقى ايجابي هي تعتزل اي واحد فيه كثرت البكا والشكا، وفين ما تلاقيتي به يبدا يتشكى ليك من الاستاذ ديال الماط ويبدا يخلق ليك في الاعذار. ما عمرك غادي تولي واعر في الماط وانت تيحسب ليك انه حكر على العباقره، وانك باش تفهمو خاصك تكون جيني كما هضرنا على هذه النقطه في الجزء الاول من حل عقده الرياضيات اللي مازال ما شافوش هالرابط نخليه لكم هنايا. الخطوه الاولى لحل اي عقده في الرياضيات هي تامن انه حتى واحد ما كيتزاد ذكي، حتى واحد ما كيتزاد عبقري. الذكاء هو نتيجه المجهود والمثابرة والتدريب اليومية. النصيحة رقم 10، ما تشتتش التفكير ديالك بالنتيجة. ملي تبدا تراجع الماط ما تبداش تفكر خاصني نجيب 16 او 18، ولكن ركز على الخطوات العملية، ركز على شنو هي الدرجة الأولى اللي خصك تحط فيها رجليك. ما تقولش هدفي نجيب 20 في الماط، ولكن قول هدفي تولي عندي القدرة أني نحل أي تمرين في أسرع وقت مهما كانت الصعوبية ديالو، وباش نوصل لهذا النيفو خاصني نفهم الدرس مزيان ميتريزي، نخدم التمارين التطبيقية اللي كيكون فيها تطبيق مباشر للدرس وندوز للتمارين التوليفية ونبدا بالسهلة. أنا غادي وأنا كنطلع في النيفو حتى كنوصل للمستوى اللي كنطمح ليه. ركز على التدريب اليوميه والنتيجه غادي تتكلف براسها. النصيحه رقم 11، حط اهداف واقعيه. قبل ما تفكر تنتصر في الماتش ركز بعدا انك تجيب غير التعادل ديالك، اصلا انت بادي ومغلوب بواحد الزيرو. ملي كتجيب التعادل ديك الساعه فكر في الغلب. وذلك ما يمكنش انت يلاه بغيتي تحل عقده الرياضيات وتقول بغيت نجيب 20، طمح بعدا غير العشرة. جيب التعادل ديالك، ملي تجيبو الامتحان اللي من مورا غتبدا تبان لك 12 سهله، ملي تجيب 12 غتبدا تبان لك 16 بطاطا، وملي توصل 16 غتبدا تجيك 20 سهل من سويهله. ما غايجي فين يسالي العام حتى يتصدموا فيك صحابك كي درتي ليها، وهما ناسين ان السر ديالك كان هو انك كتحط اهداف استراتيجيه بالتدريج، ما كتفكر في الدرجه رقم 2 حتى كتحط رجليك على الدرجه رقم 1. النصيحه الاخيره رقم 12، ما تحشمش من طلب المساعده. شوف صديقي صديقتي، هذاك او هذيك اللي كيمشيو للمحطه وكيتزير وكيحشم يسول الناس فين جات الطواليت، راك عارف شنو غيطرى عليه. غادي عيا ما يحشمو في التالي غادي يديرها في سروالو، وديك الساعه غادي تعطي ريحته في المحطه كامله. نفس الشيء بالنسبه للرياضيات، غادي تحشم انك تطلب المساعده وانك تسول استاذك على داكشي اللي ما فهمتيش. هذا الشيء غيخليك في منطقه الراحه، ولكن غادي تعيا ما ترتاح ابن عمي، وفي التالي غادي تعطي ريحتك، غادي تعذب ملي تعلق النتيجه ديال الامتحان. اذا كان شي عذاب اللهم انتب دابا، اذا كان شي بكا اللهم نبكي دابا. كنفضل انني نسول الاستاذ
الاستاذ ويقمعني ونعاود نسولو ويقمعني ونشوف استاذ اخر ويقمعني حتى نلقى اللي يفهمني وينور لي الطريق ديالي. وثق بيا انه ما كاينش شي مشكل ما عندوش الحل، كاين مشكل اللي انت وانت ما قلبتوش على الحل ديالو. وبالتالي حبس عليا الاعذار الخاويه وبلاص ما تقول المات صعيب، قول انا اللي قصرت في حقه، انا اللي ما عطيتوش الوقت والخاطر والتركيز. كل ما كان الحلم ديالك كبير كل ما خاصك تقدم تضحيه كبيره وتخلص ثمن كبير. اول حاجه خاصك تفكر انك تضحي بها ملي تقرر انك تولي توقف المات هي هذا المشقوف اللي شادو بين يديك واللي على قرايتك كيلاهيك. بغيتي تقرب من المات ابعد عليك التليفون وجميع وسائل الازعاج الاجتماعي. ملي تبعد عليك وسائل الترفيه غادي تحس بالخنقه وبالقنط وبالملل. هذا الملل هو اللي غيضغط عليك تنوض ترفه على راسك بالتمارين ديال المات. كل تمرين كتخدمو غتبدا تخيلو بحال شي ستاج في فيديو جيم وغتبدا تستمتع بالسكور هو كيطلع. كل ستاج نجحتي فيه غادي تولي تستمتع به اكثر من الالعاب ديال التليفون. الخلاصة، بغيتي تهز والديك حط هذا وهز هذا، واللي ما تاخذ منه لا نفع لا إفادة قلب عليه قبل ما تعادى. وإذا قريتي الدرس كامل وما فهمتيش عليك بالإعادة اللي فيها أكبر إفادة واستفادة. ما تحشمش من المساعدة، واللي ما فهمتيهاش اسأل لماذا. وخا يضحكوا عليك صحابك وتقمعك الأستاذة، ملي تفهم داكشي اللي كان معقدك غادي تحس بالسعادة وتحط راسك وضميرك مرتاح فوق الأستاذة. ساليتي الفيديو كنصحك تعاود تشوف هذا.